عليكم ورحمة الله وبركاته. عروض على عباية الحرامي وعروض على تيشيرت الحرامي وعروض على البلورود جينز. نبدأ بالعباية بتاعت الحرامي. العباية دي كلها خامات قطن يا جماعة، خامات قطن جميلة جدا، حاجة شيك، منها ألوانات كتير زي ما حضراتكم شايفين، ألوان كتير جدا منها من العباية. أكيد كده أنتوا شفتوهم بسرعة، حوالي مثلا 7-8 ألوان من العباية. سعر العباية كام يا جماعة؟ دي سعر العباية دي 35 جنيه، 35 جنيه تتلبس في البيت، حاجة شيك جدا، حاجة جميلة. السعر كام؟ 35 جنيه، وخامتها قطن. بس سن قد ايه؟ سن 13 سنة، 12 سنة، 11 سنة، تلبس من 35 ل 40 ل 30 كيلو حسب جسم الطفل نفسه. العباية دي خامتها قطن. كمان انت ممكن تشغليها حاجة تاني، تجيب لها بولورو جينز زي ده ونركبه فيها، بقت كأنها طقم الخروج في اماكن كتير، وناس كتير في الارياف بيحبوا الحاجات دي، يحب العباية دي ويحب المقاس ده. جبناها لكم برضو بسعر مخفض جدا، العباية ب 35 جنيه وبعد ما بتلبس البلورود جينز بتبقى بالوضع ده، حاجة شيك جدا زي ما حضراتكم شايفينها كده. لبست البلورود جينز، البلورود لوحديه ب 60 جنيه والعباية لوحدها ب 35 جنيه. في ناس كتير بتحب الحاجات دي، عايز تلبس العباية لوحدها ماشي، عايز البلورود تاخده لوحديه ماشي، كل حاجة لها سعرها. كمان موجود من نفس القماشة ونفس الخامة اللي هو التيشيرت ده زي ما حضراتكم شايفين، تيشيرت قطن. سعره كام؟ سعره 25 جنيه، وموجود منه الالوانات برضو كلها اللي في العبايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.